للمزيد ينضم معنا من فيينا الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أهلا بكم سيد ضياء. بداية، الموصل بعد أشهر على نهاية الحرب لم تجد تحركا جديا للنهوض بواقع المدينة كما يقول أهلها، لماذا برأيك هذا الإهمال؟ حقيقة هذه المعاملة، أول بداية السلام عليكم وتحياتي. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الأمور اللي قاعد تدور بالموصل وبقية المناطق اللي تسمى بالمنطقة الغربية في العراق، هذه الأمور التي تدير هي مسيطرة عليها 100% الميليشيات والحشد الشعبي، الجيش العراقي والحكومة العراقية. هو ابتزاز للشعب العراقي، وهذا الابتزاز بالوقت الحاضر بادعاءات لربما صحيحة وكاذبة، وهم متماهلين بعدم رجوع النازحين الى ديارهم بحجه انه موجوده مفخخات، موجوده بعد الانقاض، وموجوده هم ممكن ان يقومون بهذه العمل هذه الفتره الزمنيه لحد الان، ويدعون انه العراق الموصل غير امنه بالنسبه للمواطنين، بالنسبه للاهالي. زين، اذا يتكلمون بهذه الصيغه، شو هذه الاعتقالات بالوقت الحاضر، الاعتقالات العشوائيه من المخيمات اللي قاعد تحدث بالوقت الحاضر؟ احنا طيب، قاعد نراقب هذا كمنظمات حقوقيه، سيد ضياء، يعني بأبناء الموصل. قبل هذه النقطه، قبل قضيه الاعتقالات سناتي اليها بالتفصيل، ولكن قبل ذلك، مجلس محافظه نينوى حذر من كارثة بيئية في الموصل القديمة بسبب موضوع الجثث المتفسخة، يعني جثث تحت الأنقاض متفسخة، بدأت الأمور تسبب نوع من الكارثة البيئية إذا صح التعبير. سلطة لا تتدخل لإنهاء هذه الأزمة، ما قيمة إذن المؤتمرات للاقتراض وإعادة إعمار العراق؟ وهل فعلا المناطق المدمرة لديها حصة من الموازنة هذا العام؟ أخي، هاي بالنسبة لعدم إعمار ولعدم لحتى السماح للمدنيين أهالي الموصل لأن يقوموا بإنقاذ المنطقة اللي هم ساكنين فيها، ما يسمحون للموصل، أهل أبناء الموصل ما يسمحون لهم، لا تسمح الحكومة ولا يسمحون أهل البيت أهل الدار أنه يرعون ما يتم هناك في الموصل. وهذه المؤتمرات اللي هي مؤتمرات القدوة هو بالحقيقة بيع العراق، باعوا العراق كاملة الى 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 الكويت. هذه مؤامرة على الشعب العراقي. اخي، السياسيين في الوقت الحاضر في كل العراق، في المنطقة الخضراء وفي كل محافظات العراق، ليس لهم ولاء الى العراق، وليس لهم ولاء الى الشعب العراقي. الولاء الوحيد اللي قاعد يستعملوه هو ولاهم الى ايران. أنه العراق بالوقت الحاضر محتل بصيغة مباشرة بهذه الأسماء. صحيح هذه الأسماء عربية، بس الولاء لا، يعني ماكو ولاء للوطن ولا ولاء للشعب العراقي. أستاذ ضياء، هذا الولاء اللي موجود. أستاذ ضياء، إذا سمحت لي، تحدثت قبل قليل عن قضية الاعتقال. الآن ما يحدث في مدينة الموصل أن كثير من الأهالي تخشى الخروج من المخيمات سواء كانت أو من المناطق التي تسكنها في مدينة الموصل، لأنها تخشى على حياتها من قضية الاعتقال بسبب تشابه الأسماء. السياسة المتبعة هي أنه يتم اعتقال الشخص تطبيقا لمبدأ الاسم الثلاثي فقط. حتى بعض السياسيين أو بعض الشخصيات النواب في مجلس محافظة نينوى اعتقلوا، أو يعني دارت حولهم الشبهات بسبب تشابه الأسماء. هل يعقل أن دولة تعتمد فقط على الاسم الثلاثي في تحديد من هو الإرهابي؟ هل معقول هذه الدولة بهذه التطورات التكنولوجية التي دخلت في العالم ودخلت في كل قرية وريف بالعالم، لحد الآن بالعراق لا توجد هذه الإمكانيات للبحث عن هوية الشخص وتأكيد من هويته؟ إذن هذه العملية هي يستبزون الشعب العراقي، يستبزون العوائل، لأن هذا في حالة الخطف مالته راح يستبزوهم ذول الميليشيات والحشد الشعبي، لأنه راح يدفعون فلوس على مود المقابلة، يأخذون من هذا رشوة من ذاك رشوة. هذه الحقائق اللي قاعد تحدث بالعراق، الحقائق اللي تحدث في العراق مرة لكل واحد من يعتقل ابنه أو أبوه أو أخته راح يدفع ما يدفع من أجل أن يقابل ومن أجل يعرف السبب، والحقيقة السبب بعدين يطلع السبب أنه تشابه بالأسماء. وهذه التشابه بالأسماء
يعني عملية بالوقت الحاضر أنا ممكن أن أقول هي مفبركة ولا يوجد لها صحة، لأن هم منها بالوقت الحاضر التكنولوجيا متطورة، يعني ما معقولة يجون على الإنسان يعتقلوه أنه اسمك واسم الثلاثي مالتك وخلص، ما عندهم صورة إلى ما عندهم أي شيء آخر يثبت أنه هذا الشخص مو هو أو هو. هذه حقائق بالعراق، بالعراق السياسة بالعراق والمجتمع العراقي حقيقة قاعد يعاني الأمرين، الأمر من النازحين الموجودين الحالي بالعراق، والأمر الثاني أنه العراق محتل وبصيغة مباشرة من قبل إيران. إحنا لا نقول دولة مسيرين من قبل إيران، دولة كانوا يحاربون الجيش العراقي بالثمانينات. وضحت الفكرة سيد ضياء. السيد ضياء الشمري، أنا أشكرك شكرا جزيلا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا من النمسا.